اليوم يعتبر الأسبوع الثاني من إحدى مبادرات شعب الإمارات المعطاء لدعم أخوانهم وأخواتهم وأبنائهم في غزة تحت مظلة وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وأيضا تعاونا مع مؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات المتحدة. وجدنا تعاون من المحسنين لدعم هذه الحملة، وكما لاحظنا ملاحظة جميلة هي حضور متطوعين من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار للمساهمة في مساندة إخوانهم من خلال تعبئة الطرود الغذائية وتعبئة طرود الأطفال والنساء دعما منهم. ومن لم يجد درهما أو فلسا ليدفعه يأتي بأولاده وأبنائه للمساهمة في دعم هذه الحملة بالمشاركة من خلال التطوع. نشكر كل من ساهم في نشر هذه الحملة دعما لها.